بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفخامة والسمو والمعالي، دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة، سعادة رئيس التحالف العالمي للقاحات والتحصين، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أشكر حكومة المملكة المتحدة ودولة رئيس الوزراء السيد بوريس جونسون على استضافة مؤتمر قمة العالمية للقاحات والتحصين في دورته الثالثة. أود التأكيد على دعم حكومة بلادي للأعمال النبيلة التي يقوم بها التحالف، وعلى الجهود التي يبذلها في حماية الأرواح وتقليل مخاطر انتشار الأوبئة وما يتبعها من آثار صحية واجتماعية. ويثبت لنا أكثر من أي وقت مضى الحاجة الملحة لتكاتفنا جميعا والالتزام بمسؤولياتنا تجاه الإنسانية لمواجهة هذه التحديات المشتركة. وفي هذا الإطار، فقد سبق أن ساهمت حكومة بلادي في عام 2016 بقيمة 25 مليون دولار لدعم جهود التحالف. وأود أن أعيد التأكيد على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في القمة الافتراضية مجموعة العشرين، أن المحافظة على صحة الإنسان هي في طليعة اهتمامات حكومة المملكة العربية السعودية ومقدمة أولوياتها. السيدات والسادة، إن حكومة بلادي انطلاقا من مبادئها الإسلامية وقيمها الإنسانية قدمت خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 86 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لمختلف دول العالم، وذلك لتحقيق سبل العيش الكريم وتوفير الرعاية الصحية. وقد استفادت من هذه المساعدات أكثر من 81 دولة، وما زالت المملكة العربية السعودية تواصل مسيرة جهودها الإنسانية العالمية، حيث استضافت في شهر مارس الماضي بصلتها رئيسة لمجموعة دول العشرين قمة استثنائية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنسانية والاقتصادية. وأعلنت خلالها عن تقديم 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الجائحة وتعزيز التأهب والاستجابة لحالات الطارئة. ويسرني أن أعلن عن تخصيص مبلغ 150 مليون دولار من هذا الدعم للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، والذي سوف يدعم جهود التحالف وخبراته الفريدة من نوعها للمساهمة في الاستجابة العالمية للجائحة. السيدة والسادة، إن الحفاظ على حياة البشرية وحماية صحتهم ومهمة سامية تستحق منا جميعا المساهمة والتضحية والدعم لتحقيق مستقبل أفضل يسوده العدل والاستقرار والازدهار لعالمنا وللأجيال القادمة. شكرا لإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.